يعتبر شهر رمضان من أفضل أشهر العام للمساعدة على تغيير السلوكيات الغذائية والبدء بالتحكم بالشهية، كما ويعتبر فرصة جيدة للمصابين بالسمنة أو زيادة الوزن لتقليل الوزن، وذلك باتباع نظام غذائي محدد، حيث يدل هذا النظام على تقسيم الوجبات الغذائية بدءا من الإفطار وحتى السحور على ساعات متساوية، كما تساعد الرياضة مع الصوم في تخفيف الوزن، وذلك عن طريق استهلاك الطاقة الحرارية والتخلص من الشحوم الزائدة، كما يعتبر أفضل وقت لممارسة الرياضة للأشخاص الصحيين الغير مصابين بالأمراض المزمنة قبل الفطور بساعة أو بعد الفطور بساعتين.